قانون الاستثمار وقانون الرياضه موضوع الحق في انشاء شركات. يعني النادي الاهلي مثلا في المقدمه يعني هو في طريقه لانشاء شركات. يعني اعتقد ان الدراسات انتهت تماما. الكابتن احمد الخطيب كان مكلف مجلس الاداره والخبراء اللي فيه الحقيقه بدراسه الشركات، وهو مسؤول عن شركه الكوره او عن دراسه الوضع الخاص بها. هل ده ما يحلناش مشكله؟ هو ده الهدف. يعني بص حضرتك، انا في دلوقتي تعديل جديد في قانون الرياضه في بعض البنود الخاصه بيه. في جلسات استماع شغالين فيها، انا بحضر معاهم وبحب احيي طبعا لجنه الرياضه الموجوده، دكتور محمود حسين بورسعيدي محترم وكان وكيل اللجنه ورئيس اللجنه دلوقتي وفتح مجاله. طبعا معانا الكابتن حسام غالي، مع كابتن محمد عمر، كابتن طارق السيد، سياده النائب ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، والناس من الواحد اشتغل معاه الحقيقه وخبرات كبيره جدا في العمل الاداري والرياضي، موجود في لجنه جامده جدا. كابتن محمد عمر الاتحاد الاسكندري، طارق السيد رئيس المهندس طارق السيد رئيس نادي الاولمبي، في خبرات متنوعه وكوادر رياضيات. بص حضرتك يعني حاجه تشرف يعني، وهيعملوا حاجه كويسه وان شاء الله احنا معاهم في كذا اجتماع. وبرده مش عايز القي اللوم واقول ان القانون اللي فات كله كان وحش، لا اللي فات بالعكس. قانون الرياضه شيء هي التجربه دايما بتظهر بعض الثغرات اللي بتحتاج الى تعديل، وزي ما بنقول لكل زمان ظروفه ومعطياته. لازم تجود، لازم تجود. حضرتك في الاتحاد الدولي كل اجتماع مجلس كنت بحضر مثلا 6-7 مرات، كل ما اطلع كل سنه كل مره لازم بندي بيتغير. ده شؤون اللاعبين، هو بيشتغل لان طبيعي. الموضوع ده فيه ثغره، ده كره القدم قانونها بيتغير. فما اقدرش اقول ان القانون ده دمر. انا بالعكس مجهود مبذول جدا للوزير السابق خالد عبد العزيز وبيكملوا الدكتور اشرف صبحي بفكر طبعا اكاديمي وفكر استثماري، وعمل كمان حاجه كويسه جدا، عمل استثمار كمان في مواضيع مراكز الشباب، ومحتاجين برضو نبقى نتكلم فيها في حلقه ثانيه. بس خلينا في حلقتنا نتكلم فيها. القانون محتاج يتغير كله. لا، اخطر ما في القانون واخطر ما في الاعمال القوانين اللي انا شفتها كلها شبيه، لو ما اتحلتش هنفضل في الدايره دي مش هنخلص منها. لما دخلت المجلس النيابي في 2010 شويه ما لحقتش اجي دلوقتي، انا موجود دلوقتي في المجلس النيابي في الدوره ديت. اخطر ما في المواضيع والقوانين كلها اللي فشلت وما تنفذتش لما تتاخر. كل قانون يقول لك بعد ما يتعمل 6 اشهر وتعمل اللائحه التنفيذيه بتاعه. المصيبه كلها الشيطان يحمل التنفيذية. الشيطان يحمل في الايه؟ في التفاصيل. برافو عليك شيبي. تيجي حضرتك تعمل قانون جميل جدا ونيتك كويس جدا، تقوم جاي حضرتك اللائحه التنفيذيه اللي هتخربه تتعمل بمنقى عن الناس اللي ايديها في المطبخ واللي فاهمه الدنيا، تتفصل تفسير غلط تتغير. واحيانا بيكون فيها هوا وغرض. احنا يعني علشان نكون صريحين، مليون في المية كلام حضرتك صح. مش بس في قوانين الرياضه، في بعض القوانين الاخرى يعني. حضرتك قانون التصالح نية سليمة جدا كقانون، لائحته التنفيذية أسوأ ما يكون ودمرتنا، مش عارفين نحلها لغاية دلوقتي. قانون 144 قانون الهيئة تصالح المخالفات مخالفات قانون اشتراطي ما انتهى بقى، هو كان لفترة مؤقتة لا ده مستمر. لا لا حضرتك لما 31 مارس انتهى. لا 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 لا, لا, لا مستمر حضرتك. اللي ظهر فيه 1/10 من الموجود ليه؟ عشان لائحته التنفيذية اتوجهت توجيه غلط واتفسرت تفسير غلط، فرغت أهم قانون من مضمونه. أتمنى من الموجود على الهواء مع حضرتك هو يا جماعة بعد إذنكم قانون يجي وتايحته التنفيذيه كده معاه. ايه اللي بوظ قانون الرياضه ده؟ ادت لكل هيئه يعمل البتاع اللائحه. كل واحد حضرتك المشكله حضرتك زي ما حضرتك زي ما حضرتك ده لما يتحل يبقى مستشار، ده يقول 2 نواب، ده يقول 6 مش عارف ايه، ده يقول فلان ايه، بقت ايه حضرتك. بس ده كان مطلب قديم باشمهندس محمود لو انت فاكر. انا فاهم اللي هو تفعيل ادوار الجامعه ومين. لا بالظبط، اللائحه الخاصه بيها تصنع دستورها. حضرتك ماشي، بس اللي حصل ايه في التطبيق؟ انا برضو انا لازم اكون انا ليا دور اوجهه. عامل حاجه، عملنا حاجه استرشاديه عملت بسرعه مطبوخه، اعتمدت وما كملتش جامعه ومين، كان فيها ثغرات فرغت القانون اللي بذل مجهود كنا مستنيينه. حضرتك احنا بنتكلم قانون من 77 خدت بال حضرتك، طلع لنا في 2017 40 سنه، قعدنا 40 سنه مستنيين تعديل قانون الهيئات. اللائحه التنفيذيات الاستشاريه ما مثلتش 10% من فحوى وملفات اللي موجوده، كانت لازم تبقى لها دور اكبر واعمق لو كنا ناقشناها. ادي مساحه للائحه استرشاديه، لمشروع لائحه استرشاديه خدت بالك يشتغل مع القانون، ودخله في الجلسات الاجتماعيه بتاعتنا ونزلوا المشاركه المجتمعيه. متوقع امتى حاج محمود تتهم من والله احنا عندنا هي بص الحكومه هتدفع بقانون ولا هيتقدم باحد على الاعضاء؟ لا لا تقدم خلاص، هو موجود دلوقتي حضرتك في اللجان، تقدم رسمي كامل والشباب والرياضه بتبحثوا واللجنه بتنزله ماده طبعا بذكاء طبعا من دكتور محمود، وبتاخد راي اللجان وبتاخد من جلسات الاستماع. بس عايزه وانت بتشتغل فيه بعد ما تخلصه حطوا خليهم يشتغلوا بالتوازي ده، يعني ده خبرتي في الموضوع. مشروع لائحه تنفيذيه احنا مش هنفرض، هنشارك فيها المشاركه المجتمعيه والانديه قرار مين
مش وزعهم. قرار اللجنه. اللجنه. انا في مش حكومه يعني. لا 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 واللجنه مع الحكومه. مش الحكومه اللي بتعمل اللائحه التنفيذيه. بص بص هي صلاحيات الحكومه. بس لما اللجنه تيجي تقول يبقى في توافق. انا 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 كوزير فرصه وجود دكتور اشرف صبحي على هذه المنظومه وراجل متعاون جدا. انا احنا في وزاره الصناعه مثلا الست مشاريع اللي اتعملوا الاخير الوزيره نجحت وبذكاء منها انك تدخل اللجنه بتاعتها في سواء في الصناعه او في المشروعات الصغيره يناقشوا معاها اللي ايه؟ اللائحه. اللائحه ما قللتش من الحكومه في حاجه. انا خلال 6 اشهر بعمل لائحه. طب ما تشوف طالما الصالح العام هو الهدف. ماليش هوا. دي صلاحات مطلقه للوزير وصلاحات مطلقه لمجلس الوزراء. ماشي بس حضرتك بدل ما تعملها مشاركه ما تخلينا نقول عشان لما نضبط دي مع دي يبقى التفسير بتاع القانون اللي انا موافق عليه ومكرهه لك كراجل تشريعي ورقابي هو يجي اللائحه التنفيذيه تحققه. عظيم.